يا أستاذ التاريخ أفريقيا الحديث في جامعة بولوني في إيطاليا كتبت كثيرا عن منطقة القرن الأفريقي التي زارتها عدة مرات لإجراء بحوثها بشكل ميداني، وقد اختصت بإفريقيا خلال العهد الاستعماري، ولا عدة كتب مفيدة مذكرة بعلامية مثل مستعمرة إفريقيا، المشهد الاستعماري وهياكله وبنياته وذاكرة الإمبراطورية والسيرة الذاتية لأفريقيا الشرقية والسيرة الذاتية لأفريقيا، كما نظمت عدة مؤتمرات تتعلق بإعادة النظر بالاستعمار وبالمصادر الأمالية في تكون الدول الجديدة في تلك المنطقة. أدعو السيدة تادية للحديث. شكرا جزيلا. اولا اود ان اتقدم بالشكر للمركز لدعوتي الى هنا، واشكر الدكتور النور ايضا، وبشكل خاص اشكر السيد بشير والدعاني الى الخرطوم، ولم يكن اعرف شيئا عن هذا المؤتمر، ولكن لدينا صديق مشترك هنا. إذن أشكركم جزيل الشكر. محاضرتي قد تكون ليست سياسية، بل هي تاريخ اجتماعي للمنطقة، وعنوانها بروز الدول الأفريقية الجديدة وانعكاسات ذلك على أريتريا. إذن هذه ليست بالتحليل السياسي، وأود هنا أن أركز أولا على الجوانب التاريخية. أود أن أوضح أن التطورات حصلت مؤخرا في السياسات الأفريقية سمحت لنا أن نفكر بطبيعة الدول الأفريقية الجديدة الحديثة في سياق تاريخي وفي على ضوء التغيرات السياسية الحاصلة اليوم. وقد كانت هناك نقطة انعطاف كبيرة في السياسات الأفريقية والدول الأفريقية ومسألة العالم الأفريقي ابتداء من الفترة الاستعمارية لحد الآن، إضافة إلى جغرافية المنطقة والحدود وفيما يتعلق بتغير وتنوع اللغات والوضع الغير المستقر حاليا من ناحية سياسية. وهذا ولابد الحديث عن هذا، لكن لو نظرنا إلى الأصول والجذور فنجد أن وجود الأصول الأوروبية وتأثيراتها على الدول الأفريقية الجديدة ما زال يؤخذ بنظر الاعتبار في يومنا هذا، وأن كما أنه قيل الكثير حول قلة أو عدم وجود مجتمع مدني ولا احترام لحقوق الإنسان في كثير من الدول الأفريقية ومسألة لا شرعية سلطة الدولة في هذه الدول، كما أن الاستعمار هو لا نعرف كان هو الأساس وجذر هذه الظواهر أم لا، وقد هناك حصلت مناقشات كثيرة حول ذلك مؤخرا. ولكن أحد التفكيرات الرئيسية اليوم هي أن لو أردنا أن ننظر إلى أصول جذور الدول ليس علينا أن نعود فقط إلى الفترة الاستعمارية، بل أيضا يجب أن نحلل ونتفق مع ما يقوم به الكثير من المؤرخين، لكن مع الأسف هناك قليل من الدراسات حول الفترة الاستعمارية، ودراسات تنصب معظمها على الفترة ما بعد الاستعمار. وبما أنني عملت على إريتريا لفترة طويلة، أود أن أقترح بعض الملاحظات حول هذا الموضوع، ليس فقط عن إريتريا، ولكن بما أن وقت قصير علي فإنني سأتحدث عن إريتريا بشكل خاص وليس في كل فقر. فمنذ 1991 حصلت سوماليلاند على الاستقلال، ثم من الجدير بالذكر محاولة أن نبدأ التحليل السياسات الأفريقية الحالية في هذه الدول، وأن نعيد مناقشة مسألة التأثيرات الاستعمارية عليها. وبالتالي في كلا الحالتين
فإن أريتريا واستقلالية سوماليا لاند يسمح لنا بالحديث عن تأسيس كيانات سياسية مصطنعة حقيقة وبشكل واضح، لأن كل أريتريا وسوماليا لاند هم من العرث الاستعماري، فترة الاستعمارية، وفي عام 91 جرى التصديق على ذلك في كنيسة الاستفتاء في عام 93 وحول تقرير المصير لسوماليا في 91، وهذه مثل استمرارية للماضي، وذلك نحن عملنا على القرن الأفريقي في العقد الماضي وحاولنا أن نحلل تاريخها بناء على ما يحصل حاليا، ونحلل عدم الاستقرار وسوء عمل الدولة فيها كما ذكرنا. ولو نظرنا إلى الصومال فنجد أنها مشكلة معقدة جدا، ذلك أن الصومال سارت طريقها نحو السلام، ولكن من المهم جدا أن نوضح ونقول أن الاستقرار السياسي ليس أمرا حديثا في المنطقة، فهناك مناقشات كبيرة يمكن أن تجري في مجال هذه عدم الاستقرار الموجود في المنطقة منذ عهد الاستعمار، وكما أنه يمكن القول أن هذه الاضطرابات تعود إلى فترة ما الفترات السابقة، وهذا يتعلق ليس فقط بدور الاستعمار والكولونيالية التي حاول تقسيم الصومال بين إيطاليا الصومالية البريطانية وصوماليا الإيطالية، بل أيضا بسبب التوازن الذي حصل ما بعد الحرب الباردة. ولو نظرنا إلى الصومال نجد أن ما يحصل في حصل في جنوب السودان ظهرت فيها دورة جديدة بعد دعوات بدأت منذ الستينات، ومن المهم من الناحية التاريخية أن نحلل ما حصل في السودان ودور لعبته والقوى الاستعمارية هناك. وهناك نقطتان، ما يسمى بالسياسات بدأت في الثلاثينيات في السودان بتقسيم الجنوب إلى منطقة ذات حكم ذاتي منعزلة، والجانب الآخر الذي يتحدثون اللغة الفرنسية، وبالتالي فأستطيع القول أن هذا التقسيم يشبه التقسيمات السياسية على الطريقة في المستعمرات الإيطالية، ولكن نستطيع أن نعتبر أن هذا التقسيم هو بداية السياسة التي تبعها بريطانيا تبعتها في الثلاثينيات. أريتريا الآن هي، أود أن أشير خلال الوقت المتوفر إلى نقاط مختلفة. أولها أن أول جزء من محاضرتي هذه تعلق بديناميكية تشكيل الدول حسب الآفاق المختلفة، وثانيا أود أن أتحدث عن كيف أن الدول الجديدة يمكن أن تناقش وتنتقد من الداخل، أي من العلماء والمثقفين والعلماء السياسة الذين دعموا العشرين سنة وقدمونا الدعم لعام 91 يشجعون تأسيس الدول هذه. يرجى طلب المتحدثة أن تقلل من سرعة قراءتها المحاضرة بالنسبة للمترجم، وأن هذا أدى إلى الكثير من الانتقادات من العلماء الذين يدعمون استقلالية هذا الاتجاه. لذلك أعتقد أن الملاحظات الضرورية هي أن هناك تسييس كبير لهذا الموضوع، وكما تشوفون في مراجع التي ذكرت محاضرتي أن الكثير من العلماء والاختصاصي علم النفس والاجتماع اهتموا بجوانب التاريخية. وأولا أنا هنا لا أتحدث عن كل المجتمع الإريتري في ملاحظاتي، بل أن التاريخ الإريتري هو كما متوقع مسيس إلى حد كبير، وأن محاضرتي هذه أركز فيها على التقسيمات والتجزئات التي حصلت
والناح كما أن هناك بعض التفكير في التاريخ بالانفصاليين، وهناك مناقشة تاريخية لأن هذا العمل اللي قام فيه البروفيسور كاستناك كاسل ومنذ الثمانينيات وكذلك أحد الأساتذة في إحدى الجامعات جامعة نورث كاليفورنيا في هناك. إذا أنا لا أتحدث عن الاتحاد بل أتحدث عن المنهجية. أن الجزء الأول من محاضرتي عنوانه الطبيعة الأيديولوجية للدولة. إذا لا أود أن أسرع كثير لكن الوقت قصير لدي. تسرع لأنها ليس لديها وقت. أن الجزء الأول من محاضرتي تحت عنوان الطبيعة الأيديولوجية للاتجاهات الحاصلة، أود أن أناقش المذكرات التي نشرت في باريس من قبل أحد علماء ورافائيل روي، وعنوان تلك المذكرات هي نشوء دولة إريتريا ولادة أمها وفشل الدولة، علامة استفهام كبيرة. هذه الأطروحة موثقة توثيقا جيدا، ولو كان لدي الوقت لكنني سأعود إليها لاحقا، ليس لدي الوقت الآن. إذا هذه الحيرة حول تأسيس الدولة الأفريقية معاصرة، وهذا السبب الذي وسبب ذكري لهذا هو أن هذا أمر مهم جدا. وفي السيناريو السياسي لاستقلال الدول الأفريقية فإن إريتريا تعتبر تناقضا واضحا من جانبين أود أن أتطرق إليهما. أولها التناقض الأول هو يتعلق بالحدود وما يسمى بفشل تصفية الاستعمار، وبالتالي أن إريتريا كانت دولة مستعمرة لم تستقل أثناء فترة إزالة الاستعمار، وبالتالي فهي حالة فريدة من نوعها في أفريقيا لو عدا الصحراء الغربية. إريتريا بذلك تذكرنا بالأصول الغريبة للدول الأفريقية، وتعتبر أمرا تناقضيا، ذلك أن حدود إريتريا يمكن أن ينظر لها أنها حدودا حقيقية مقارنة بالدول الأفريقية الأخرى. وإضافة لذلك فأن الاستعمار الإيطالي قد كدف بعد معركة أدوا عندما جرت هزيمة الإيطاليين، ولكن في عام 1963 صادقت منظمة الاتحاد الأفريقي على هذه الحدود، وهنا لدينا تناقض آخر يبين لنا أن الدولة الوحيدة التي هي شرعية هي تلك التي أسستها أوروبا، وهذا يعتبر أول تناقض. أما التناقض الثاني فهو ما يمكن أن نسميه أن إريتريا هي عملية إزالة استعمار غير منجزة، وهذا سببه ضعف إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن انطلاقا من قضية أخرى تتعلق بالنقاشات الحالية، هي مسألة شرعية الدول الأفريقية والهوية الاستعمارية الكولونيالية. طبعا هذا أمر يعتبر تحدي كبير وقوي، وفي وقت الأزمة الحالية لأفريقيا فإن ولادة دولة جديدة يعني أن الاستعمار كان ظاهرة تستحق الدراسة والانتباه. ومن المهم بالنسبة لي أن أوضح هنا قضية حالية آنية. عندما ندرس وننظر إلى إريتريا لأنها كانت دولة مستعمرة ولم يزال الاستعمار منها، فإننا نحلل الاستعمار هنا في إطار أن الاستعمار هو مشكل أو مكون للدولة
وقد قال ذلك ماركا بروفيسور بكاكا قال ذلك أن إريتريا لم تكن نتيجة مكافحة أو مناهضة الاستعمار بل كان نتيجة ضعف الدولة الإيطالية بعد الحرب العالمية الثانية. ليس الوقت كافي لأشرح لكم كل مشروعي، ولكن أود أن أتفق مع الكثير أن كثير من العناصر التي جاءت ساعدت في تحقيق دولة إريتريا بعد الحرب الباردة وانتهائها وانهيار الاتحاد السوفيتي. كما أود أن لدي دقيقتين فقط، وبالتالي الآن ولا أستطيع الحديث عن الانتقادات الداخلية، أود أن أتحدث قليلا عن السيناريو الدولي. لقد قيل الكثير حول دور القوى الكبرى، وقيل أيضا كثير حول الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والعرب. الدول العربية طبعا لها دور مهم في إريتريا وكما يعلم الجميع ذلك، ولكن المؤرخون الدوليون حول هذا الصدد قليلون. وقد جرت مناقشة هذه النقطة مؤخرا من قبل الدكتور دي مكيرا الذي قضى سنة كاملة في المنطقة، وقد أشار إلى بعض المقالات التي كتبها التي حاول أن كتبها عن دور العالم العربي في القرن الأفريقي، وأن الحركة الوطنية الإريترية للاستقلال جلبت الكثير من التحالفات كما جلبت الكثير من الأعداء في الشرق الأوسط. فمن جانب نجد أن الوطنيين الإريتريين يطلبون الدعم العربي وتقديم قضيتهم على أنهم نضال عربي علماني ومسلم، وهذا تناقض، وهم يقفون ضد أثيوبيا ليعتبرونهم كدولة تقليديا مسيحية أيديولوجية محافظة ودولة إقطاعية. ومن جانب آخر نجد أن دور مصر ومصالح مصر في أثيوبيا والذي يقوم ايديولوجيا على درماء النيل. وأخيرا فهناك المنافسة السورية العراقية، وكل منها يسعى على ترأس الحركة العروبة ليس عن طريق حزب البعث فقط، بل أيضا وجود تأثيرات السياسة السوفيتية والروسية هنا في المنطقة، كما أن هناك السعودية المحافظة التي تجعل كل الدول الأفريقية تدخل في عملية معقدة ومستمرة في سياقات وسيناريوهات دولية في غاية الصعوبة والتعقيد. وأنني أعتقد أنه مهم جدا بالنسبة للعلماء العرب الذين يتخصصون في السياسات الدولية، ولكن لابد لو كان لدي دقيقة أن أشير إلى أنني كنت محاضرة في شهر نوفمبر 1982 لاجتماع مهم جدا في تونس بعد حصول انقسامات في الحركة الإريترية، وكان لابد من الحديث عن الدور العربي في محاولة إعادة تنظيم ما حصل بعد الانقسامات حصلت في عام 1992، وأن هذا أمر في غاية الأهمية، لأن هناك محاولات واضحة للاستفادة من هذا وحصول الدعم العربي له. عندما كنت في تونس في ذلك الاجتماع سنحت لي فرصة أن أقابل سياسيين مهمين جدا مسلمين مثل إدريس محمد عادن وإبراهيم سلطان، ولكن نظرا لاهتمامي كان منصبا على السياسات الآنذاك ورغم ذلك لم أنشر أي شيئا عن هذا الاجتماع وعن لقاءات التي أجريتها ورغم أهمية النقاشات التي شهدتها. ولكن فيما يتعلق بالقرن الأفريقي فأن هناك إعادة كتابة وإعادة دراسة لهذه المنطقة بموجب النظرات العلماء المختلفين والمؤرخين المختلفين، وأنا أشاطر رأي حول ما الذي قاله الأستاذ التحدث صباح اليوم حول ضرورة إعادة كتابة التاريخ بطريقة علمية فيما يتعلق بالقرن الأفريقي. ويبدو لي أن ومن السابق لأواني كتابة هذا التاريخ الآن، لأن التاريخ هو مسألة أرشيف والتاريخ هو مسألة
علاقات عميقة، وخلال ربما بعد 20 سنة ربما سنستطيع أن نكتب المزيد حول القرن الأفريقي، ونستطيع أن نكتب المزيد حول دور القوى العظمى ودور الهيمنة الإقليمية ودور السياسات الداخلية التي شاطرها مع سيد الذي سبقني. إذن ما أود أن أوضحه آخر شيء هو أنه خلال هذه السنة لم أغير رأيي حول شرعية الكيانات السياسية، ولكن متعلق بالماضي الاستعماري أود أوضح شيئين. أول، أن النقاشات السياسية الجارية تغيرت بعد الحرب العالمية الثانية وحرب الحرب الباردة، وبالتالي في العقدين اللذين تليا انهيار جدار برلين، وبالتالي فالنقاشات حاليا حول تجري حاليا، ويبدو لي أنه من المهم جدا بالنسبة لمستقبل الدول الأفريقية الأخرى أن لا تحاول أن تفكر ما تفعله في السياسة، بل أن تحاول أن تأخذ وجهة نظر تاريخية لهذه المنطقة لأنها مهمة جدا. ولذلك من الجيد جدا أن ندخل في تفاصيل وشرعية سياسات اللي حصلت مؤخرا في القرن الأفريقي، ذلك الكثير من التدخلات والكثير من المصالح الدولية. وما أحاول أن أقوله لكم هو أن علينا أن نحلل ما حصل خلال العقد الماضي في القرن 19 والقرن 20، وربما أن الأجيال القادمة من العلماء سوف يضيفون المزيد حول النقاشات التاريخية الجارية اليوم. شكرا على حسن إصغائكم.